أهلا بكم مشاهدينا من جديد. من دون تخطيط وسابق انذار هرع عشرات المتطوعين بعد وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا والشمال السوري، هرعوا للمساعدة في جهود الإنقاذ. طبعا بماذا؟ بسواعدهم دون خبرة مسبقة، تمكنوا من إنقاذ العديد من العالقين بمساعدة فرق البحث والإنقاذ المتخصصة أو كذلك بمفردهم. أحمد، طبعا بعض المتطوعين أخذ على عاتقه توزيع المساعدات الإنسانية، الأغذية، المياه على الناجين من ركام المنازل. البعض الآخر تطوع لنقل المساعدات والمحاولة في مساعدة المحتاجين والمتضررين، كما ساهم عدد كبير من المتطوعين في إزاحة الأنقاض الثقيلة. وبعد توفر آليات رفع الكتل الكبيرة، صار بعض المتطوعين يصرخون بين الفراغات التي أحدثتها، علهم يسمعون صوت أحد العالقين، يدفعهم الأمل طبعا لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة. معنا من غازي عنتاب عهد الصليبي، صحفي من شبكة نهر ميديا ومتطوع في عمليات الإنقاذ. عهد، أهلا بك معنا، صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. أريد أن أسألك عن موضوع التطوع، عن موضوع كيف كانت الأمور تجري. خبرنا أكثر، قربنا أكثر مما عانيتموه في البداية. كيف كانت عملية التطوع؟ من هرع من الشباب إلى عمليات الإنقاذ بشكل يمكن بشكل بسيط، بشكل غريزي، بشكل فطري، عفوي؟ نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. نعم، في بداية الزلزال أنا كنت أتواجد في ولاية شارلي أوربا التي أيضا تضررت بشكل كبير من هذا الزلزال، لكن بعد يوم واحد يعني لاحظت أن مدينة أنطاكيا تعاني المشاكل الأكبر والتضرر الأكبر من هذا الزلزال. مدينة أنطاكيا التي تبعد عن شارلي أوربا مسير ما يقارب 5 ساعات أو 6 ساعات في السيارة، لكن كان هناك يعني مناشدات من أحد أقاربي بأن والداه تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا. أخذنا على عاتقنا بأن نذهب إلى تلك المنطقة ليعني محاولة منا لمساعدة هذين الشخصين وربما إنقاذهم في آخر لحظة. وصلنا إلى مدينة أنطاكيا، مجموعة من الشباب السوريين ومن الأقارب تحديدا من مدينة شارلي أوربا إلى مدينة أنطاكيا. وصلنا إلى تلك المنطقة التي كانت مدمرة بشكل كامل، ليل ظلام ودامس بشكل يعني مخيف حقيقة. لا يوجد اتصالات، لا يوجد أي مقومات الحياة في تلك المنطقة. فرق الإنقاذ لم تكن داخلة إلى تلك المنطقة على الإطلاق. كانت هناك بعض الجهود الفردية من ذوي القتلى والضحايا العالقين تحت الأنقاض. عندما وصلنا إلى تلك المنطقة حاولنا على الفور بالبدء في الحفر في تلك البناية، استطعنا بنحفر بعض يعني الأجزاء منها، لكن الأمر كان شاق وصعب علينا بشكل كبير، والظلام الدامس أعاق يعني من عملياتنا، علما أننا حاولنا أن نأخذ معنا بعض الإضاءة البسيطة لكنها يعني حالت دون ذلك، حتى يعني بقينا إلى فجر اليوم الثاني وبدأنا مجددا في عملية يعني إزالة الأنقاض من على هؤلاء الأشخاص الذين كان عددهم 5 أشخاص. استطعنا في خلال ساعة واحدة إنقاذ أو إخراج جثتين لأقاربي في تلك المنطقة، ومن ثم إخراج شخصين آخرين. سيدة كانت على قيد الحياة بعد مرور 72 ساعة على حدوث الكارثة ووجودها تحت الأنقاض، لكنها كانت بصحة غير جيدة، كانت يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة، والحمد لله استطعنا من يعني استجلاب أو استقدام فرق الإنقاذ إلى تلك المنطقة لكونهم أصحاب خبرة حقيقة. هناك بعض التساؤلات أو بعض التذمر ربما من بعض الأهالي أو يعني ذوي الضحايا بأننا وصلنا إلى المنطقة ولم نقم بعمل يعني يليق بهذه الكارثة. أما نحن نحن نعلم أن ليست لديكم الخبرة حقيقة، يعني لا ندري إن كنا نحسدكم على قربكم من المكان وتقديم هذه الخدمة الإنسانية التي لا تنسى، أو لا نحسدكم أيضا على الألم وحجم الدمار والألم الكبير سواء كان جسدي أو نفسي ومعنوي بحكم قربكم من هذه الكارثة وقربكم من الجثث والمصابين. يعني أنتم ليست لديكم الخبرة الكافية للمشاركة في هكذا أعمال وفي هكذا كوارث.
كيف تواصلتم مع فرق الإنقاذ؟ كيف كان تعاملكم معهم؟ ما هي النصائح المقدمة؟ يعني شاهدنا حتى في فيديوهات من كان يحفر بأصابعه حرفيا في محاولة لإنقاذ من هم تحت الركام. هل كانت عملية التعاون مع فرق الإنقاذ سهلة؟ كيف توصلتم إلى إخراج عدد من الأحياء من تحت الأنقاض؟ نعم، بداية دعيني أوضح نقطة جدا مهمة. أنا خرجت إلى تلك المنطقة في محاولة مني لمساعدة بعض الأهالي والتغطية الصحفية في تلك المنطقة، يعني كونني أعمل ببعض وسائل الإعلام العربية. لكن عندما وصلت ورأيت حجم يعني الكارثة، أعلنت بأنني لن أعمل كصحفي في تلك المنطقة، سأكون عنصر في الإنقاذ، خاصة أن المنطقة تحتاج عناصر إنقاذ يعني ربما بالآلاف أو عشرات الآلاف، ولن يستطيعوا يعني إنهاء هذه المأساة. المآسي كثيرة كانت، التعامل مع فرق الإنقاذ كان صعب جدا لأكون واضح حقيقة. في بداية الأمر عندما طلبنا بعض الآليات الثقيلة في لحفر ويعني إزالة بعض الأسقف عن بعض من يتواجدون داخل الركاب، كان هناك يعني سوء ربما بالمعاملة، أو ربما عدم تنسيق، أو ربما اللغة يعني أخذت دورها في التعامل مع فرق الإنقاذ التركية وغير التركية. في بداية الأمر كان هكذا بهذا الشكل، لكن بعد يعني معرفتنا لبعضنا نحن وفرق الإنقاذ، كان هناك بفترة وجيزة جدا سهولة بالتعامل، بأن هؤلاء عملهم هو الإدلاء على أنقاض يوجد تحتها أشخاص ما يزالون على قيد الحياة، لكن وكان عهد هناك نوع من يعني ممكن أن يكون شيء مبرر، وخاصة عندما تم الحديث عن آليات ثقيلة أو حتى معدات، وخاصة لأنها تحتاج إلى خبرة، صحيح. تحتاج إلى عملية التعامل مع في مثل هذه الظروف، وخاصة بأنها ممكن أن تؤثر على من هم تحت الأنقاض والركام. أريد أن أسأل أيضا عهد عن يعني عملية التوزيع كيف كانت؟ هل كانت فقط يعني أنتم هممتم إلى رفع الأنقاض بأيديكم بسواعدكم؟ عملية الحفر ذكرت قبل قليل بأن بدأتم بالحفر في البداية، من أين جلبتم هذه المعدات؟ هذا من جانب، من جانب آخر كيف كانت عملية توزيع المهام؟ نعم، عندما خرجنا من شاليه أورفا يعني أخذنا معنا بعض يعني المعدات البسيطة إن صح التعبير، وسأذكرها بلهجتنا المحلية، المهدات والقزمات والكريكات وحتى الكمبريسة، ويعني بعض الوسائل التي يعني اعتقدنا أنها ستخدمنا في تلك المنطقة. وكان هناك وصل إلى تلك المنطقة ابن أحد الضحايا أو اثنين من الضحايا، وأخبرنا باللوازم في تلك المنطقة، وكذلك الأمر بعض يعني الطعام والشراب بكميات قليلة جدا. بدأنا بالعمل بهذه المعدات فقط. بعد وصولنا إلى تلك المنطقة، دخلت في اليوم الثالث فرق الإنقاذ بمعدات ضخمة وأعداد كبيرة جدا. هذا ما ساعدنا فقط لأننا نترك أو نفتح طريق باتجاه بعض المسالك أو بعض المناطق داخل المنزل. بعد الإدلاء من قبل ذوي المنزل، أعلننا أيضا عبر الفيسبوك بأننا وصلنا إلى المنطقة، ونحن فريق يحاول العمل على هذا الجانب فقط. قمنا بجمع لائحة ربما وصلت إلى 200 أو 250 منزل، يعني بالإدلاء عليها بشكل دقيق المنزل وأين كانوا يتواجدون أثناء حدوث الزلزال وآخر معلومة وردت عنهم. هذا كله كان يساعدنا بأننا نصل إلى المكان الذي نريد إخراج الأهالي منه. يعني عقدنا بعض الأمور، وكان هناك يعني تكرار ببعض الأسماء بعد أن نخرج من أحد المنازل، ثم نعود إلى الموقع ذاته يعني لنلاحظ أننا كنا قد جئنا إلى هذا المكان وصورناه وأرسلنا طيب عهد، المشاهد إلى قبل أن نتحدث عن موضوع تنوع المهام، أريد أن أسأل أيضا موضوع ذكرت بأن هناك كانت بعض التعقيدات، بعض الصعوبات، ما أصعب شيء واجهتموه؟ حقيقة هو تواجد السلطات يعني التركية في تلك المنطقة، خاصة في الأيام الأخيرة الذين أجبرونا على الخروج من المنطقة. يعني للأسف يعني أتحدث بها ويعني بغصة، كانوا يتعاملون مع بعضنا بأننا نحن حرامية أو سراق أو لصوص قدمنا إلى المنطقة يعني استغلال الوضع، علما أننا يعني كنا نبرز بعض يعني الوثائق سواء من البطاقات الجامعية. نحن كفريق كان نصفنا من الطلاب الجامعيين ونصف آخر ربما من الصحفيين أو العاملين في المنظمات المرخصة في تركيا. يعني هذا ربما سهل علينا تجاوز هذه العقبة، إلا أنه يعني حتى من عملنا بشكل كبير، وحتى أننا يعني منعنا من الوصول إلى كثير من الأنقاض. هنا أعلننا بأننا سنغادر المنطقة على الفور، يعني حرصا على سلامة الفريق الذي جاء من ولايات تركيا شتى
من ولاية شلور، فسكاريا واسطنبول ومرسين وإزمير وغازي عنتاب، فريق تشكل على الفور. حقيقة لم أكن أعرف من هذا الفريق بعد يعني عودة فريقنا من شالي أورفا إلى شالي أورفا وأخذ بعض الجثث إلى تلك المنطقة. تشكل فريق على الفور، يعني عدده ما يقارب 20 إلى 25 شخص من محافظات سورية مختلفة، من يعني متواجدين في بقع جغرافية في تركيا مختلفة. ليلة أمس آخر مجموعة غادرت لنا من مدينة أنطاكيا، مؤلفة من 4 أشخاص، بعد إخراج سيدة كانت على قيد الحياة. كيف أخرجوها؟ هذه يعني ربما كثر السؤال، كيف أنتم تعملون في إخراج هؤلاء؟ في كثير من الأحيان نكون نحن من يعمل في هذا العمل بشكل تام من غير أي فرق إنقاذ أو ما شابه ذلك. ببعض الأحيان نمنع من العمل في بعض المنازل كونها آيلة للسقوط بأي لحظة، صح. نعم، ويعني يعني حرصا حتى على خوفا سلامتك. على سلامتكم. طبعا شكرا جزيلا لك على أول شيء كل هذه التفاصيل، وكذلك على هذا الجهد الجبار الذي أكيد. قدمتموه في عمل إنساني لمساعدة المتضررين من كارثة الزلزال. شكرا جزيلا لك عهد الصليبي، صحفي من شبكة نهر ميديا ومتطوع في عمليات